نروح لقطر نشوف الاجواء مع زميلنا العزيز المميز دوما محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري وبرنامج رقم 10. محمود مشرف ومنور، اخبارك ايه؟ كل التحيه ليك يا كريم، وكل التحيه اكيد لمشاهدينك الكرام في كل مكان، من هنا من العاصمه القطريه الدوحه تحديدا من سوق واقف. كل يوم بطلع معايا جنسات كتيره جدا، وكنا طبعا مهتمين بالجماهير المغربيه، ولكن النهارده معايا بقى عم جمال كبير مشجع المنتخب المصري. ما طلعناش مع حد مصري لغايه دلوقتي، فقلت بقى لما اطلع اجيب حد مصري، ما اجيبلكش اي حد. معايا عم جمال مشرف ومنور اكيد، عم جمال القناه الاولى. عاوز ارحب بيك اكيد، وعاوز اعرف انت هنا بالك قد ايه؟ احنا على طول بنشوفك ورا المنتخب المصري في كل المباريات وفي كل الماتشات وفي كل المناسبات، منور الدنيا في قطر. عاوز اعرف انت بالك هنا قد ايه، واحكي لي عن الاجواء، واحكي لي عنك انت بالك قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال حمدون كبير مشجع منتخب مصر. انا شرف ليا ان انا في التلفزيون المصري والقناه الاولى، وبسلم على الكابتن كريم اللي منور الدنيا كلها. ودائما وابدا احنا ورا منتخبنا المصري. حضرتك بتسالني تقول لي منتخب مصر مش موجود، طب منتخباتنا العربيه موجوده، في كان في منتخب قطر ومنتخب السعوديه ومنتخب المغربي مشرفنا اهوت، يعني في منتخب تونس ملوش نصيب، يعني في منتخبات احنا كنا المفروض كرابطه مشجعي مصر نبقى موجودين ونؤازرها، بس هو الرابطه كلها ما جاش منها الا انا بس. بالك هنا قد ايه يا كابتن جمال؟ وعاوز اعرف حضرت انهي ماتشات، وهل هتحضر ماتشات جايه ولا لا؟ ايوه، عاوز اعرف ايه رايك في الاجواء هنا في الدوحه وفي قطر وفي التنظيم؟ انت راجل سافرت الدنيا كلها، عاوز اعرف برضو رايك. انا عاوز اقول ولا اجمل ولا احسن من كده تنظيم لكاس العالم. ربنا يستر على الدول اللي هتنظم كاس العالم بعد كده، هل هتعمل نفس التنظيم؟ انا مش بجامل، انا بقول كلمه حق. من ملاعب، من اول ما نزلنا مطار الدوحه حضرتك في كارت نت مجانا، اتوبيسات مجانا، مترو مجانا، يعني انا عاوز اقول لك يعني كل الاجواء هنا، كورنيش هنا في قطار، في قطاره عفوا، هنا في سوق واقف، يعني حاجه ما فيش، يعني ايه ده، منقطع النظير. جميع العالم هنا موجود بيشكر بجد. عاوز اسالك سؤال يا عم جمال، انت لما الناس بتشوفك وبتشوف انت طبعا راجل معروف ومشهور وكل الناس تصور معاك، كان نفسك في ايه بصراحه؟ اكيد انا عارف ان منتخب مصر كان يبقى موجود، بس انت شايف بكم المصريين اللي كانوا موجودين هنا الموضوع فعلا كان هيفرق لو منتخب المصري كان موجود هنا؟ انت راجل لفيت الدنيا يعني. انا عاوز اقول لحضرتك انا بمشي كده في سوق واقف او في كورنيش او في قطاره او في اي حته، الناس فرحانين بيا، ما بالك بقى لو منتخب مصر كان موجود؟ كان فرق مليون في المية. يعني انا بس عالم مصر موجود، ناس تحيا مصر، مصر ام الدنيا، تحيا مصر، مصر ام الدنيا، انا راسي في السماء. ما بال حضرتك الناس يقولوا كان نفسنا محمد صلاح يبقى هنا، منتخب مصر يبقى هنا، كانت هتفرق ياما. هنا في اكتر من 200 الف مصري، تخيل حضرتك معظم المصريين هنا بيموتوا فيا، بيحبوني ويصوروا معايا، كل جنسيات العالم بتتصور معايا، فده وسام على صدري اللي انا برتدي علم مصر زي ما حضرتك بتشوفني كده على طول ليل ونهار، انا شبه ما بنامش، موجود على طول في الاحتفاليات كلها. رحت ماتشين بس للسعوديه، يعني كويس يعني اللي احنا حضرنا الماتشين دول. التذاكر حضرتك طارت في السماء، التذاكر غاليه جدا، وصلت لاكثر من 5000 دولار، في 3000 دولار ومش موجوده. ده حقيقي يا عم جمال. هسالك بقى اخر سؤال، عاوز اعرف انت بتشجع منتخب مصر وبتسافر بقالك قد ايه، وسافرت كام دوله، وعاوز اعرف بجد انت بدات تسافر وتروح تشجع ورا منتخب مصر من امتى؟ من امتى؟ من 96. من 96 ورا منتخب مصر. كان ماسك المنتخب. من 96 وانا بسافر ورا منتخب مصر، يعني الحمد لله، يعني منتخب الشباب، ورحت تركيا ورحنا روسيا ورحنا غانا وانجولا والجابون، يعني ما تعدتش بقى عشان رحت روسيا. رحت روسيا، امال ايه، حضرت في روسيا. بس انا عاجبني جدا عم جمال العالم الجميل ده. لا يا محمود، يا محمود، انا عايز اعرف عايز اعرف قصه الرداء ده نفسه جات له ازاي، الفكره دي عمله فين ازاي؟ كريم بيسالك عاوز يعرف، يقول لك ايه قصه الرداء ده، الفكره جات لك منين؟ وهو ده اللي اكيد انت عندك وكذا واحد بيتغرر فيه، بس الفكره دي جات لك منين يعني؟ كابتن كريم، حضرتك كابتن كريم، كل المشجعين طبله ودف وكده، فانا قلت انا عاوز اعمل حاجه مختلفه، اعمل ايه؟ فعملت علم مصر، فهو ده مشيت بيه على طول، فالناس حبتني بيه، الحمد لله بقينا شخصيه عامه في العالم كله، كل لما بننزل اي دوله فالناس بتتصور معانا وبتحبنا، وده وسام على صدري اللي انا الناس تقول تحيا مصر، مصر ام الدنيا. حتى الان نمشي زي ما حضرتك شفت يا فندم، انت ماشي وشفت الجماهير بتعمل ازاي معايا، ترقص ازاي، تحيا مصر، مصر ام الدنيا، دي
دي تساوي مليارات الدنيا. وبنشكر القناة الأولى والكابتن كريم، ودائما وأبدا مصر في ازدهار وتقدم، ويعني حاجة مبهرة. أنا فرحان وفخور اللي أنا مصري. مؤتمر الملاك نجح، الله أكبر عليك يا مصر. تركيا نجح، عفوا قطر نجحت في كأس العالم، إحنا نجحنا في مؤتمر الملاك. مليارات الناس شافتنا، مبروك مصر وشعب مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما وابدا عظيمة يا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والله بنبسط في الدنيا، المصريين في كل حته، مصريين جمال وروحنا مختلفة وطريقتنا مختلفة، وبجد أنا ببقى سعيد لما أتكلم معايا حد مصري. والراجل ده فعلا من واحنا صغيرين بنتفرج عليه في التلفزيون، موجود مع الناس في كل حتة. حبيبي يا محمود، مميز جدا، مميز جدا اللقاء. أنا بشكرك، شكرا جزيلا، دايما رائع ودايما مميز. بكرة عندنا يوم طويل في نصف النهائي، وكمان هنستعد لمواجهة كبيرة بين المغرب وفرنسا بعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمود شاكر من قطر، مراسل التلفزيون المصري، برنامج رقم 10.